بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله جميع إخواني وأخواتي المشتركين معنا في هذا التدريب وهذه الدورة المكثفة للاستعداد لاختبارات قياس من عام 1443 عام 2021 و2022. طبعا زي ما أنتم عارفين في الدورة التدريبية بنتكلم عن الأساسيات والمهارات والاستراتيجيات من هذه الأسئلة المهمة من تجميعات الجزء الكمي. هنبدأ مع بعض ونكمل ما انتهينا عنه في أسئلة الواجب. أخذنا وصلنا إلى السؤال رقم 9. طبعا في أسئلة الواجب بنعطي مجموعة من الأسئلة بنحاول نتدرب عليها، وإذا وجدنا أي صعوبة احنا بنتكلم في السؤال مع بعض ونحاول نحله مع بعض. هننتقل الآن إلى السؤال رقم 9 وهنحاول نطبق الاستراتيجيات. طبعا الطلاب اللي بيحلوا معنا هذه مش اسئله واجوبه، لا، ده احنا بناخد السؤال وبنتكلم عن الاساسيات المهمه، ولو في طرق حل مبتكره جديده بنشتغل فيه. انا هقرا السؤال رقم 9 واطلب من احد يساعدني. بيقول هنا: وزن شخص 70 كيلو جرام يحرق 65 سعر حراري خلال 8 دقائق، كم دقيقه يحتاج ليحرق 260 سعر حراري؟ الأول اكتبوا لي إجاباتكم على الشات كده، عرفوني السؤال رقم 9 الإجابة، وبعد كده أنا هقول الطريقة. أسمع خالد، خالد قول لي طريقتك يا خالد. نقسم 260 على 35 نقسم طلعنا 4 260 على 260 على 65. طيب اشكرك يا خالد، قول يا عمر طريقتك. طبعا مش خطأ، بس خلينا نشوف طريقة تانية تسهل شوية. جربت من الاختيارات برضو طريقة، يعني بصراحة طريقتين صعبتين. طبعا خالد وعمر شطار والطريقتين ما عجبوني بصراحة، عشان كده هنتكلم مع الشباب اللي معانا في التدريب. عبد الرحمن المنصور، في عندنا حاجة استراتيجية جميلة اسمها استراتيجية التدرج المنتظم. يعني ايه التدرج المنتظم؟ ان انا امشي في السؤال حبه حبه، واحده واحده، ولا اقسم زي خالد ولا اجرب في ارقام كبيره زي عمر. الطريقتين ما عجبوني بصراحه. شوف التدرج المنتظم هعمل ايه؟ هكتب كده امامي 65 سعره حراري في 8 دقائق. قول يا رند. بعدين ازيد 65. يا سلام عليك، شو اسمع، تعلموا يا شباب، تعلموا يا رجاله. وبعدين ازيد 65 كمان، يبقى ال 130 سعر حراري. يعني ادبل، يعني في كم دقيقه؟ 16 دقيقه. 16 دقيقه، اتعلموا يا رجاله، شفتوا؟ ثم يا راند كملي. ثم ازيد 65. طب ليش ما تدبلي كمان مرة؟ ليش ما تدبلي كمان مرة؟ أزيد 130 على 130 تصير أدبل كمان مرة، يعني أضرب في 2 يدينا 260. يا عبد الرحمن أدبل الرقم ال 260 اللي هي هذه اللي أنا أبيها، وأروح أدبل الجهة اليسار يطلع الجواب وأنا مغمض عيوني وأنا مرتاح ولا أتعب نفسي في أرقام كبيرة ولا شيء. الجواب هيطلع 32. واحد يقول يا استاذ انا حليت هذه بالتناسب. استاذ يعطيك استاذ. استنى يا ولد، استنى يا بطل، استنى لحظه يا زياد. زياد لحظه يا زياد لو سمحت. في واحد يقول استاذ انا حليتها بالتناسب وكتبت 65 في 8 دقائق، يبقى مي هنا 260 في س وعملت المقص. حلوه، بس هذه الطريقه هتتعبنا في التبسيط وجدول الضرب والقسمات، لكن طريقة راند كانت طريقة ممتازة. هذه اسمها استراتيجية يا زياد. زياد هذه الاستراتيجية اسمها استراتيجية، تحفظها معايا، اسمها استراتيجية التدرج المنتظم. التدرج المنتظم معناها ايه؟ ان انا اخد السؤال وامشي بيه حبة حبة، واحدة واحدة. قول لي يا عمر تاني. نعم. 65 سعر حراري في كم دقيقة؟ 8 دقايق. كمل. 130 يعني ادبل دي. لا يبقى 16 دقيقة. ادبل ادينا 16 دقيقة.
بعدين دبل خلي يبقى بالك يا عمر، وانا بحل، انا لقيت قدامي 260 يا ذكي اللي بتفكر. ال 260 هي دبل ال 130 دبلها، فال 130 لما دبلها يعني اضرب في 2 يديك هذه، وهذه اضربها في 2 يدينا 32. شكرا، ما عندناش وقت والله نطوله زياده فيه. طبعا سؤال وجواب على طول وانت معايا في الحل. ماشي يا شباب، ده السؤال الاول اللي هو كان من اسئله الواجب. السؤال الثاني خلينا في هذا الحين، يلا سؤال رقم 10. سؤال رقم 10 سؤال جميل، اكتبوا على الشات يا شباب، اقرا السؤال كده يا عبد الرحمن المنصور وبعدين اكتب لي على الشات الاجابه. اقرا يا عبد الرحمن المنصور السؤال. محمد وفهد لهما نفس الراتب، في نهايه الشهر تبقى لمحمد ربع راتبه وفهد صرف ثلث الراتب، قارن بين القيمة الأولى والقيمة الثانية. والقيمة الثانية، أسئلة المقارنة هذه عبد الرحمن لو القيمة الأولى أكبر أختار ألف، صح؟ صح. ولو القيمة الثانية أكبر أختار باء، لو هما قد بعض أختار جيم، ولو المعطيات غير كافية في شيء ناقص مش فاهم الموضوع يبقى أختار دال لعدم تحديد المعطيات بشكل كافي. خليك معايا بطل وساعدني كده، ساعدني كده يا عبد الرحمن. بيقول محمد تبقى له ربع الراتب، يبقى هنا القيمة الأولى ربع، صح؟ صح. يبقى محمد ربع الراتب، ما فيها كلام. طيب فهد صرف الثلث، وش يبقى له؟ فهد واحد على صرف ثلاثة الثلث. أنا عايز عبد الرحمن المنصور يكلمني. فهد صرف الثلث، وش يبقى له يا فهد يا عبد الرحمن؟ نص. بذبحك، مو بنص يا ولد. ادي بيتزا اهي، ادي بيتزا، انا اكلت الثلث، يعني البيتزا متقسمه ثلاث حتت، انا اكلت الثلث، وش يبقى لك؟ وش يبقى لك؟ قول يا صالح. لو انا عندي بيت وكلت ثلثها وش يبقى لي؟ ثلثين. ثلثين، يتبقى ثلثين، يتبقى ثلثين. طبعا يا شباب معروف في الرياضيات ان الربع 25%، احفظوها معروفة، والثلثين تقريبا 66%. فواضح ان انا هختار القيمة الثانية هي الاكبر، لان الثلثين اكبر من الربع. تمام، عشان كده كله يركز معايا في هذه الشاشة البيضاء، اكتبها مره وتنحفظ، تنحفظ الحين كله بسال فيها الحين. هكتب وانت لو معاك، انت معاكم دفاتر صح؟ اتمنى يكونوا معاكم دفاتر واكتبوا معايا. النصف يساوي، قول يا خالد النصف كام بالميه؟ الربع. يلا يا بطل كلمني، زياد كلمني انت، اصل خالد وين ما ادري. النص 50%. الربع 25. 25%، تمام. فهد الثلاث أرباع اللي هو نصف وربع بيعطينا 75%، تمام. هذه بيسموها الكسور المشهورة. في كمان كسور مشهورة؟ أيوه في كمان كسور مشهورة. الأول حفظتوا هذه ولا لسه ما حفظتوها؟ ايه سهلة طبعا، انا واثق ان البنات حفظوها قبلكم. تعالوا نكتبوا كمان كسور مشهورة مهمة، الخمس والخمسين والتلات اخماس والاربع اخماس، مين اللي حافظهم يا اولاد؟ انا عايز اشوف كده مين اللي حافظ هذول، الخمس والخمسين والتلات اخماس والاربع اخماس. طبعا الخمس يا شباب لو تشوفوا يدي، شوفوا يدي 20. شايفين يدي؟ ايوه. شايفين يدي؟ ايوه. الخمس خدوا هذول بس، خدوا هذول، تمام، خدوا هذول لان دول خمس اصابع اهم، خمس اصابع مزدوجه. الخمس خدوا هذول اللي تحت، الخمس يعني 20%. طب والخمسين؟ 40. شوفوا يا شباب الخمسين يعني اخد هذول كواحد وهذول كاثنين، هذول 40%. 40%، 40%. كمل يا عمر. ثلاث أخماس 60%.
أربع أخماس 80% أكيد اتحافظت صح؟ أيوه. يا ويلة يا ويلة اللي همسكه ويكون مش حافظ معايا، يا ويلة احفظ الحين. طيب في كمان ثلاث كسور مشهورة احفظوها معايا. طبعا الناس اللي بتكتب جزاها الله خير، وبعد ما خلص واحد يتولى كده يصورها ويرسلها على الجروب. في عندنا كسر مهم اسمه الثلث. اسمه ايه؟ الثلث. الثلث يا شباب، الثلث اللي هو يساوي تقريبا 33% اللي هو تقريبا الثلث. سبعة وثلاثين بالمية، سبعة وستين هذه. أيوة داري، أنا كاتب هنا وكاتب داري عشان ما يكون عندي إزعاج بسكر الصوت. احفظ معايا بس، احفظ معايا الشاشة. كده خلاص يا شباب صح؟ كل دول يحفظوا معايا. طبعا الثلث هو اصلا ممكن 33.3 وهنا 66.6 او فاصلة 7. يلا يا شباب اسال على هذه الاسئله. يلا اللي جاهز قول لي. يا خالد، خالد كلمني يا خالد بسرعه. الثلث كام يا خالد بسرعه من غير ما تنظر على الشاشه؟ الثلث كام؟ اللي هو 33.3. الثلثين بسرعه. الثلثين 66. السدس، السدس 16.7. 16.7. طبعا يا شباب السدس هذا هو نصف الثلث، نصف الثلث. اسمع لين، لين بسرعة قول يا لين. الخمس كام يمثل كام يا لين؟ الخمس اللي ما يا شباب اللي انا اسأله ما يتكلم اكتب لي على الشات. لين الخمس كام؟ الخمسين، الثلاث أخماس، الأربع أخماس. راند بسرعة. هلا. الخمس كام يمثل كام؟ 20%. 20، 50. 40. والثلاث أخماس؟ 60%. والأربع أخماس؟ 80. طيب نرجع للسؤال مرة ثانية، نرجع للسؤال مرة ثانية. طيب يبقى أنا هنا قلت ما تبقى من راتب محمد هذا يمثل، هذا يمثل ربع والثاني يمثل الثلثين، يبقى كده الربع 25% وهنا تقريبا 66% القيمة الثانية أكبر. طبعا السؤال هذا يا شباب سؤال مشهور ومهم، فكر في السؤال وقول لي إيه الموضوع. سؤال رقم 11 يقول في الشكل المجاور د، قول يا فهد. السلام عليكم. عليكم السلام يا فهد. أستاذ أقول لك الجواب وبي أقول الجواب وحنناقشه مع بعض، تفضل. باء. الجواب باء، إجابة غير صحيحة.
طيب بص معايا يا فهد، في استراتيجية يا شباب هنا عبد الرحمن والشباب، في استراتيجية اسمها استراتيجية تقسيم الشكل، اسمعني بس لو سمحت، تقسيم الشكل إلى قطع متطابقة. يعني إيه هذا الكلام؟ هو بيقول طبعا الرسم ليس على القياس، هو المفروض كان كبر الرسمة شوية، يعني المفروض كان جاب الرسمة كده شوية وعمل الخط بهذا الشكل كده، يعني خلينا نعدل شوية، يعني المفروض المثلث يجي كده شوية عادي. هي طبعا هو قياس بيقول الرسم ليس على المقياس، يعني ايش؟ يعني انك تقدر انك تجيب المعلومات مش من على الرسم، لا، معلومات علمية. شباب لو انا اشتغلت كده وبيقول هو في السؤال ان دالها 3 جيم دال، يعني لو انا حطيت هنا الدال هنا ان القطعة دي اللي بالاحمر 3 القطعة هذه اللي هي حق المثلث، يعني لو انا حطيت هنا 1 سنتي اضع هنا 3 سنتي، يعني بالعربي كده لو انا اقدر اقسم دي اقسمها 3 قطع، اقسمها 3 قطع كده. شوفوا كده انا هعمل ايه، ركزوا معايا، هاجي كده واعمل خط، واجي كده واعمل خط، واجي كده واعمل خط، واجي كده واعمل مثلث، واجي كده واعمل مثلث. الله، هنا عندي كم مثلث؟ المثلث الملون هذا 1، المثلث المظلل 1، طب والمثلثات اللي في متوازي الأضلاع، المثلثات البيضاء، 1 2 3 4 5 6، يطلع الجواب 1 إلى 6 أو 1 على 6. فهمتوا عملنا إيه؟ استخدمنا هنا استراتيجية اسمها تقسيم الشكل إلى قطع متطابقة، بستخدمها كثير، بستخدمها كثير في حل المسائل. واضح السؤال ولا أعيده مرة ثانية؟ ننتقل لسؤال رقم 12. طيب اسمع هنا، اللي يقرأ السؤال معايا اقرأ يا دكتور صالح. صالح اقرأ السؤال. إذا كانت الساعة الآن 6 صباحا وكانت تقدمها ربع ساعة كل ساعة، فبعد 4 ساعات تكون الساعة. تمام، شكرا لك. حاضر يا راند. راند لما تكوني عايزة تسألي سؤال يا ريت لو تفتح المايك سريعا وتكلميني. حاضر، أحل السؤال هذا وأرجع للسؤال اللي فات أشوف ليش ما فهمت. شباب بيقول إذا كانت الساعة الآن 6 صباحا، تمام، وكانت تتقدم هذه الساعة ربع ساعة لكل ساعة، يعني في كل ساعة بتزود ربع بعد 4 ساعات. طيب في الساعة العادية لو هي الساعة 6 صباحا، في الساعة العادية بعد مرور 4 ساعات المفروض تكون كم يا عمر؟ الساعة 11 تكون الساعة كم؟ تكون الساعة 10 بالربع ساعة. أنا بسأل السؤال تقول لي كده، تقول لي العادي، أنا بقول الساعة العادية، ركز معايا في السؤال. 10 إذا كانت الساعة 6 صباحا والساعة عادية مضبوطة، فبعد مرور 4 ساعات تكون الساعة 10، هل هي دي ساعة عادية ولا ساعة خربانة؟ عادية. لا، ساعة خربانة، الساعة اللي بيتكلم عنها في السؤال ساعة خربانة، لأنها بتتقدم ربع ساعة لكل ساعة. يعني في الأربع ساعات دول يا عمر تتقدم كام؟ يبقى 5 ساعات. في الأربع ساعات تتقدم إيش؟ ساعة. تقدم ساعة، بدل ما تكون الساعة 10 هتكون الساعة 11، وكده الجواب هيكون دال. أرجع مرة ثانية للسؤال رقم 11 وبعد كده أرجع للسؤال رقم 12 وأعيده مرة ثانية. تعال نعيد كده السؤال، أعيده على شاشة بيضاء. أختكم اللي بتسأل ركزي معايا لو سمحت، هو معطيني هنا إيه؟ هو معطيني هنا متوازي أضلاع، تمام؟ مديني متوازي أضلاع، ركزي معايا كده، مديني متوازي أضلاع، ومعطيني هنا مثلث هكذا، هنا معطيني مثلث هكذا على متوازي الأضلاع. تعال نضبط كده الشكل ونضبط المعطيات عشان نرسم صح. هذه هنا تمام، تمام، وهنا هذا الحين. طبكم اللي بتسأل معايا،
هو بيقول ايه في السؤال؟ بيقول ان الخط ده، الخط اللي انا برسمه الان بالاحمر، ثلاث امثال الخط اللي هو قاعدة المثلث، وطالب مني نسبة المثلث ده الى الشكل الابيض اللي هو متوازي الاضلاع. فالمثلث الملون يعتبر واحد، متوازي الاضلاع اللي هو هذا اللي هو جهة اليسار يعتبر كم مثلث؟ متوازي الأضلاع يا رند يعتبر كم مثلث؟ مجهول. اي ما انا بس ما هو ايه، ما هو مجهول، بس هو قال ان لو ده واحد يبقى ده ثلاثة، هذه ثلاث امثالها صح. فانا بستخدم استراتيجية هنا اسمها تقسيم الشكل الى قطع متطابقة، انزل من هنا عمود معايا، وانزل من هنا عمود، وانزل من هنا عمود. انا نزلت كم عمود؟ ثلاثة. ثلاثة. ليش ثلاثة؟ لأن القطعة اللي تحت ثلاث أمثال القطعة اللي جهة اليمين، ثم أكمل تقسيم الشكل إلى مثلثات، أقسم كده وأقسم كده. عد معايا متوازي الأضلاع، كم مثلث متوازي الأضلاع؟ طبعا لما أقول متوازي الأضلاع معناها من أول هنا يا رند، من أول هنا لين هنا لين هنا لين هنا، هذا متوازي أضلاع. عد معايا، واحد، كملي. اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. كم مثلث هذول؟ ستة. ست مثلثات، يبقى متوازي الأضلاع فيه ستة، والمثلث المظلل واحد ولا اثنين؟ واحد. يبقى نسبة المثلث المظلل واحد إلى ستة على حسب متوازي الإيه؟ الأضلاع، ما فيه ست مثلثات. طبعا اتمنى تشوف المقطع مره ثانيه وتشوفي حل الايه السؤال. السؤال رقم 12. السؤال رقم 12 واضح ولا عايز اعاده؟ عبد الرحمن المنصور، عبد الرحمن، طيب الشباب اللي معنا في التدريب تمام. قول لي يا، قول لي يا مين؟ صالح، لين، راند، زياد. قول لي يا زياد. زياد احنا يا استاذ، اذا كانت الساعه الان السادسه صباحا وكانت بتتقدم ربع ساعه كل ساعه، بعد مرور اربع ساعات المفروض تبقى الساعه كام؟ قصدك الساعات عشرة، لكن مع الساعة الخربانة كل ساعة تزيد ربع ساعة. أحسن. الساعات هذه 11. طبعا زميلكم ما شاء الله شرح السؤال يعني ما شاء الله ولا شيء، كل سهولة. بيقول إذا كانت الساعة السادسة بعد مرور أربع ساعات تصير الساعة العاشرة، هذا الوضع الطبيعي. لكن لو الساعة خربانة وبتتقدم ربع ساعة كل ساعة، يبقى في الأربع ساعات هتزيد ساعة، في الأربع ساعات هتزيد ساعة، بدل ما تكون عشرة هتزيد ساعة زيادة وتصير الساعة 11. طبعاً السؤال رقم 12 نفس السؤال لكن الرضيف له. يلا أشوف الإجابات. طبعاً ما شاء الله شايف برضو إجابات جيان على جهان على الشات، وشايف إجابات فهد والشباب. هنا عمر، سؤال 13. يلا فين السؤال 13؟ راند 13 تقول ألف، وعمر يقول ألف، إجابتين فقط، ولولوة تقول ألف، ما شاء الله تمام، وجهان تقول ألف. طبعا يا شباب وخالد ما شاء الله عليك، شكرا لكم جميعا من أرسل الإجابة. بيقول هنا يا شباب، هذه الأسئلة بنسميها يا دكتور، بنسميها مهارات حياتية. مهارات حياتيه يعني ايه؟ يعني هذه الاسئله بتقابلنا في حياتنا، بتقابلنا في حياتنا عادي. اذا كانت الساعه الان السادسه صباحا وكان في ساعه خربانه، هذه المره دي بتتاخر 15 دقيقه. ال 15 دقيقه يا شباب يعني قد ايه من الساعه؟ ال 15 دقيقه معناها ربع ساعه صح؟ يعني هذه الساعة كل ساعة بتتأخر ربع. فبيقول لو الوقت الصحيح 6 مساء
طيب هو من 6 صباحا الى 6 مساء كم ساعه دول يا شباب؟ 12 اشكرك يا لولو. من 6 صباحا ل 6 مساء 12 ساعه. طيب هل الجواب يكون 12؟ لا. ليش؟ لان الساعه دي بتتاخر، يعني ما اقدر اقول الساعه تكون الساعه 6 مساء. ليش؟ لان الساعه بتتاخر اكيد قبل 6، ممكن تكون 5، ممكن تكون 4، ممكن تكون 3. هو قال ايه؟ كل ساعة ربع. يعني يا شباب تكمل في الاربع ساعات ايش؟ تكمل في الاربع ساعات ايش تأخير؟ ساعة تأخير. كل اربع ساعات تكمل ساعة تأخير. طب ما انا عندي 12 ساعة، لو قسمتها على الاربعة يطلع فيها 3. يعني ايه 3؟ يعني هذه الساعة ال 12 ساعة هتأخر 3 ساعات، بدل ما تكون الساعة السادسة مساء هتكون الساعة الثالثة مساء، ويكون الجواب هو ألف. طبعا ليك الحرية انك تفتح المايك وتقول السؤال مش واضح يا استاذ عيدة، اذا ما طلبت مني اشوف كده افضل. تفضل. على صوتك يا زياد. ما فهمت صراحة انا. واضح السؤال تمام؟ ما فهمته والله صراحة. ما فهمته؟ طيب ناظر معايا الشاشة البيضاء كده. الشاشة البيضاء يا زياد الحين موجودة صح؟ زياد في شاشة بيضاء الحين؟ اي موجودة. بقول يا زياد معايا كده. في ساعة عادية، أنا معايا ساعة عادية. الساعة الآن 6 صباحا، فجابت معايا بعد مرور 12 ساعة صارت 6 مساء. هذول كم ساعة يا زياد؟ اثناشر ساعة صح؟ يعني من الساعة 6 صباحا للساعة 6 مساء هذول 12 ساعة. طب أنا عندي الآن ساعة خربانة، هذه الساعة الخربانة أو المنبه الخربان ده بكل ساعة، كل ساعة يأخر ربع ساعة، كل ساعة يأخر ربع ساعة، يبقى في الأربع ساعات يأخر إيش؟ ساعة. ساعة كاملة. يبقى في ال 12 دول أنا خدتها كده زي الابتدائي كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. قول معايا بالله، في الأربع ساعات دول هتتأخر كام؟ كل أربع ساعات راح يأخر ساعة. في الأربع ساعات دول تؤخر كمان ساعة، في الأربع ساعات دول تؤخر كمان ساعة، يعني الساعة دي هتأخر كم ساعة كلها؟ 3 ساعات. 3 ساعات، بدل ما تكون الساعة 6 مساء العادية، المفروض هتكون الساعة إيش؟ رد عليا، تكون الساعة إيش؟ الساعة 3. الساعة 3. واضح كده الكلام؟ يلا، سؤال 14. الجواب يا سؤال 14. سؤال 14، لحظة يا خالد هنشوف بس كده الإجابات. طبعاً جهان ما شاء الله كل الإجابات تكتبها وبتكتب رقم السؤال، ما تكتب لي رقم السؤال كده يا خالد الحرب. اكتب أيوة 14 ألف أو 14 باء. ممتاز يا لولو، ممتاز يا خالد، ممتاز يا عمر، ممتاز يا جهان، ما شاء الله عليكم. طب والباقيين؟ الباقيين معانا ولا ايه؟ ولا هيتفرجوا علينا واحنا بنحل؟ طيب في بعض الاسئله بتيجي يا شباب في اختبار القدرات الورقي والمحوسب، يعني هذا السؤال ورقي ومحوسب، و13 ورقي ومحوسب، و12 ورقي ومحوسب، و11 ورقي ومحوسب، و10 ورقي ومحوسب، شوفوا كيف؟ فعشان كده بقول اي سؤال قدرات ركز عليه، هيفيدك في اي اختبار. عارفين طبعا ان الاختبارات قياس 5 محاولات صح؟ أفضل حاجة يكون عندي 3 محوسب و2 ورقي، وهذه الأشياء هتلاقوها موجودة في القناة ونشرها. شباب إذا كان عندي مثلثين فهو بيساوي كرة أو دائرة، وإذا عندي مثلث ودائرة فبيساوي مربع، فطالب مني الثلاث مثلثات يسوي إيش؟ ثلاث مثلثات يسوي إيش؟ طب كيف أحلها دي بطريقة سهلة؟ اجمعها. هعمل ايه؟ هروح اوخر اي شيء. يعني هو عايز المثلثات صح؟ اجي هنا اقول ايش؟ يا مثلثين انتوا تساووا ايه؟ دائره.
دائرة، يعني أقدر أشيل ده وأقدر أشيل ده، وخلي مكان مكانهم إيه؟ دائرة. دائرة. طب دائرة ومثلث وش بيساوي؟ مربع. يساوي مربع. أظن سهل صح؟ إيه سهل. سهل. يبقى إذن الثلاث مثلثات يساوي مربع. لو في أي ملاحظة على طول اكتبوا لي أو كلموني. سؤال رقم 15، سؤال حسابات. ما العدد الذي إذا ضرب فيه؟ واحد يقول أستاذ أسمع يقولون ما في آلة حاسبة. إيه؟ طب كيف عايزني أضرب هذول من غير آلة حاسبة؟ أو أقسم من غير آلة حاسبة؟ عشان كده بنقول يا دكتور عبد الرحمن إن في حاجة اسمها طرق الحل السريعة. جاوب يا أستاذ. طرق الحل السريعة، معناه إيه طرق الحل السريعة؟ يعني لا تدوخ نفسك تقسم وتضرب، ابحث عن طريقة ذكية. طب أسأل سؤال قبل ما أحل السؤال كده وخالد يحل معاكم، قولوا لي يا شباب 5 ضرب 5 كم يساوي؟ 25. طب 5 ضرب 7 كم يساوي؟ 35. ماذا تلاحظ؟ خلينا كمان واحدة، معلش معلش. 5 ضرب 8 40. ماذا تلاحظ؟ شو يزيد 5؟ لا 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 لا، ما هذه اللي نبيه. ماذا تلاحظ؟ انها كلها في الجدول الخمسة. لا يا حبيبي، لا لا، انتوا بتفكروا تفكير يعني بس عايز تفكير عالي. اشوف كده الشات. ما حد برضو قال يا اولاد اذا العدد 5. قولي عبد الرحمن، عبد الرحمن المنصور رفع يد. قولي عبد الرحمن. استاذ شفت الاحاد 5 او 0؟ عبد الرحمن المنصور. استاذ ان الاحاد يكون 5 او 0 يا استاذ. يا ولد عليك يا بطل، بس برضو كمان عايز، كنت عايز حته كمان يا عبد الرحمن. شاطر كويس. عبد الرحمن بيقول لكم اما بضرب في 5 دايما الاحاد يا 0 في 5. بس في حاجه عايز اقول عليها يا شباب، جدول الخمسه لما ينضرب في رقم فردي لازم يطلع اوله 5، وجدول الخمسه لما ينضرب في عدد زوجي لازم يطلع اوله 0 زي ما بيقول عبد الرحمن المنصور. يبقى اذا لو جال 25 تنضرب في كام يساوي 1050، لازم العدد ده يكون زوجي ولا فردي؟ زوجي. ردوا عليا. زوجي. لازم يكون زوجي. قبل ما اقسم يا جيهان، انا مش هقسم والله، ما بقسم شيء. يعني معنى ذلك ايه؟ ان ال 35 مرفوضه، لان 35 ضرب 25 كانها 5 ضرب 5 تطلع اولها 5، وال 47 برضه غلط لان 7 في 5 في 35. يبقى الجواب هيكون يا اما الف يا اما جيم، لازم يكون عدد زوجي. عشان كده انا حذفت الباء وحذفت الدال، واحفظوا معايا هذه الكلمه الجميله اللي قالها عبد الرحمن المنصور، رقم الآحاد مفتاح الحل. مين اللي حافظ الكلمه هذه؟ حفظتها يا عمر؟ رقم الآحاد مفتاح الحل. الآحاد اللي هو رقم البدايه يعني. كيف يعني مفتاح الحل؟ لو ضربت 5 في 5 هيديك اوله 5، وهذه ما اولها 5. لو ضربت 25 في 47 هيطلع اولها 5، وهذه ما فيها 5. يبقى عشان كده لما تحب تضرب يا شباب لا تضرب الرقم كله، احفظ معايا رقم الآحاد مفتاح الحل. طيب في رقم تاني لازم تحفظه، مين حافظ 25 في 25 تساوي كام؟ مين اللي حافظ هذه؟ 225. 200؟ واحد بينذبح الحين. 2000 وشوية استاذ صح؟ 2000 غلط، هذا رقم من الرقم المميزة اللي هي 25 تربيع. 625. ايش؟ 625 صح؟ علي صوتك يا ولد. 625. 625؟ ايوه. ايه هذا انحفظ. 25 من الأعداد المشهورة والجميلة، 25 في 25 يعطينا 625. واحد يقول يعني ايش يا أستاذ؟ يعني أكيد مش 24 لأنها تطلع مرة صغيرة في الستميات. ها؟ يبقى الجواب رايح على مين؟ رايح على جيم. طبعا أنا طولت في السؤال، بس السؤال ما يحتاج تطويل. نظروا معايا على الشاشة البيضاء. شباب بيقول 25 ضرب كام؟ يساوي 1050.
أول شيء يا اللي بتتكلم ممنوع يكون 35، ليش يا عمر؟ لأنه 35 مش هيجيب عدد زوجي. عمر ألو يس كلامك مش صحيح، لأن رقم الأحد 5 يبقى في صفر في النهاية. طب ده اللي انا عايز اسمعه، انما انت بتتكلم كلام بتقول لي ما هيجيب الحل. انا ما قلت كده، انا قلت 25 لو انضرب في 35 هيدينا اوله 5. ايوه. هل الجواب ممكن يكون 47؟ لا. ليش؟ لان عدد فردي، لان هيديك برضو اوله 5. الجواب هيكون 24 او 42. طبعا قلت كمان ان ال 24 خطا. ليش خطا يا خالد؟ اقل بكثير، أقل من 1000. الجواب ما في أمل إلا أن يكون هو 42. تمام؟ بسرعة يا أستاذ. بس معلش عندي طريقة ثانية. طب معلش يا خالد، خلينا بس ناخد 16 وبعدين نرجع لهذا. ماشي. شكرا يا خالد. يلا يا بطل خدوا 16 معايا، إن سؤال قوي. أنا أول ما شفت 16 خفت بصراحة. قبل ما أخد 16 معلش ارجعوا لي معايا في هذه الشاشة. كله يسمع معايا لو سمحت. شباب طبعا ده لازم، وانا بشتغل في التدريب لازم ان انا اخد حاجه اسمها جزء الايش، جزء التاسيس. يعني ايه جزء التاسيس؟ كله يقول معاي، افتح المايك خاص الشباب، قولوا لي لو انا قلت 5 اس 7 ضرب 5 اس 3 كم يطلع الجواب؟ نجمع الاس 10. كله جاوب الاول. ها 5 اس 10 نجمع الاسس. اي نجمع الاسس صح، في حاله الضرب للاساسات المتحده هنا 5 وهنا 5 اجمع الاسس، بس لازم ضرب. قولوا لي 5 اس 7 قسمه 5 اس 3 كم تساوي؟ 5 اس 4. ترد عليا يا شباب، حتى البنات يردوا عليا كمان. 5 اس كام؟ اس 4. 5 اس 4 في حاله القسمه للاساسات المتحده اطرح الاسس. مين يقول لي يا شباب 5 اس 2 تساوي كام؟ 25. بالله يعني الشباب مسكرين المايك ليه؟ زياد مسكر المايك ليه؟ الشباب مسكرين المايك، خالد مسكر المايك ليه؟ ما ترد عليا ولا تتكلم معلش. 25 على طول افتح المايك وكلمني. 5 اس 2 بتساوي 25، لان في بعض الطلاب بيقولوا 10، هذول بينذبحوا صدق. طيب لو انا قلت لك 5 أس سالب 2، هنا بقى الكلام. أنا عايز أوصل لـ 25. 25 بقى. تجاوبوا عشان أوصل بقى لهذه. 25. أيوه، هنا ما أقدر. هنا ما أقدر. لازم أحول الأس إلى موجب. هذا يا شباب بنسميه أساس. واللي فوق هذا اسمه أس. لازم اخلي اللي فوق ده موجب، ما يصلح سالب. اعمل ايه يا شباب؟ اعمل ايه يا زياد؟ اعمل ايه يا فهد؟ بنبدل يا استاذ. اخليها كده، انزل دي تحت، انزلها تحت، تنزل بالموجب، يطلع الجواب 1 على 25. تمام بس يا استاذ، اذا حطيت 5 اس 2 يصير سالب 5 ضرب سالب 5 صح؟ دي حاجة تانية، حاجة تانية يا خالد، لا تخرب على نفسك. يلا. دي حاجة تانية. بص يا خالد اللي انت قصدك عليها كده سالب 5 الأس 2، العدد بقى السالب تحت، هذه اللي معناها سالب 5 ضرب سالب 5 يدينا موجب 25. اها ماشي يا خالد، لكن ماشي. في غردين، شوف الشاشتين، خلي الشاشتين تحت بعضهم. في فرق ولا ما في فرق يا شباب؟ إذا كان الأس اللي فوق هو اللي سالب لازم ينزل تحت يبقى موجب، أو يغير مكانه. تمام؟ يصير أقل من الواحد. يصير أقل من الواحد، لكن لو أنا عندي سالب 5 أس 2، هذه سالب 5 في سالب 5 يدينا موجب 25. آخر شيء عشان أمر على الموضوع، لو أنا قلت لك الآن 5 أس 0 كم تساوي؟ لسه بواحد. طب البنين بيتكلموا، البنات ما بيكتبوش ليه؟ والبنات ما بيكتبوش ليه؟ انا مش شايف مثلا العدد بسيط. لولو ليش ما بتكتبي على الشات؟ اكتبي على الشات معاهم.
خمسة أس صفر، أي عدد أس صفر مع عدد صفر يطلع الجواب بإيش؟ بواحد. ليش اللف ليش كل هذا؟ عشان نروح بقى للسؤال ده. يلا قدامك أكثر من طريق، أنا قلت أكثر من طريق، يا إما تطبق قانون القسمة يا إما تحول الأس السالب إلى موجب. قولوا معايا الأس يا شباب أتعامل معاه كما تحب. أنا بحب الطريقة هذه، أنزل دي تحت. اخترت إيه يا عمر هنا؟ دال. اخترت إيه يا خالد؟ أنا صاحب ما عرفت أحلها. ما عرفت أحلها؟ قول يا زياد. اخترت إيه يا زياد؟ فهد. اخترت إيه يا فهد؟ يستاذ إلى الحين أنا مختار ألف، بس أحس أني غلطان فيها. يوم شوف طريقة الحل اللي قبل شوي. طبعا عشان كده أنا قلت السؤال هذا قوي، عشان كده ركزت عليه زيادة. يا شباب هذا السؤال أنا أحله بطريقتين. الطريقة الأولى اللي أنا بحبها أني أنزل أس سالب تحت تبقى 10 أس 5. أنا نقلبها 10 أس 5 وخلي 10 أس 8 كما هي. شباب أنا أنزل 10 أس سالب 5 بس تحت، بس هذا اللي أعمله. يبقى هنا واحد، ودول في حالة الضرب أجمع الأسس تبقى 10 أس 13. هل 10 أس 13 هي هذه؟ هل هي باء؟ لا لا، ده المفروض 10 أس 13 عشان هي تحت وأنا عايز أرجيها فوق، أقدر أرجيها فوق، بس تروح بإيش؟ تروح بإيش؟ بالسالب. بالسالب، يبقى الجواب هو د. تاني يا شباب، تاني السؤال، 10 أس سالب 5 على 10 أس 8، قلت إيه؟ خلي 10 أس 8 نقلبها يا أستاذ. نعم تفضل قول يا فهد إيش تقول؟ نقلبها ننزل ال 10. أيوة أنزل، نخليها بالموجب. أنزل دي تحت، كل هذه أنزلها تحت، لما تنزل تحت تنزل بالموجب. وهنا إيش؟ وهنا واحد بس يحفظ المنزل، يبقى جوابي واحد على هذا قانون الضرب صح؟ إيه. في حالة الضرب أجمع الأسس، اجمع يلا يا فهد. 10 على 13 على أس 13. أيوة خلي بالك هذه تحت ما هي فوق، فلما أحب أرجيها فوق أقدر أرجيها فوق، بس الأس يطلع بالسالب، يطلع 10 تروح إشارة بالسالب 13. تمام كده؟ هذا الحل الأول. طب تعال نجيب الحل الثاني، مين اللي عنده حل ثاني؟ ارفع يدك اللي عنده حل ثاني، ارفع يدك يا بطل، ارفع يدك اللي عنده حل ثاني. ما شاء الله، واحد اللي عنده حل ثاني؟ ما شاء الله. واضح ان الطلاب ما فيش مذاكرة ولا اجتهاد في أسئلة الواجبات، ولا حتى أفكار جديدة. نعم يا باب مستواي مال ميوت يا عمر. يلا يا بطل، قول لي يا بطل، احنا خدنا طريقة يا عمر، قول لي طريقة ثانية. لا انا حليت بالطريقة اللي انت حليته بيه. طب انا عايز طريقة ثانية. انا بس بستفسر يا استاذ عن طريقة. تفضل يا خالد. ليه بدل ما نخلي هي قسمة نحولها على ضرب ونحط الإشارة اخر شيء؟ ممتاز، هذا اللي كنت عايز اسمعه، هذا الحل الثاني. شكرا يا خالد. عفوا. شكرا، هذا هو الحل الثاني، ان انا اخليها قسمة عادية. هذا قانون القسمة، في حالة القسمة اطرح الاسس بس، يعني اكتب 10 وأقول سالب 5 ناقص 8 يطلع الجواب 10 أس. واحد يقول يا أستاذ احنا خدنا في الرياضيات سالب في سالب بموجب. إيه بس هذه مو بضرب، هذه مو بضرب، هذه أنت عندك شركة خسرت 5 ثم خسرت 8 جمع. أنا خسران 13. اوعى واحد يقول لي سالب في سالب بموجب، هذه مو بضرب،
الثاني لما اقول لك كده سالب 5 ضرب سالب 8 يطلع الجواب موجب 13 موجب شو اسمه 40، هذه ضرب. انما هنا تعتبر عمليات اما يكون جنب بعض كده عمليه جمع وطرح، وفي الجمع والطرح بنقوله مكسب وخساره. انا خسران وانا خسران، خسران 5 وخسران 8 فانا خسران 13. وهذه برضو طريقه جميله بس فيه بتتلخبط بعض الطلاب من موضوع السالب والسالب. واضح الكلام؟ اتمنى تشوفوا المقطع وتشوفوا شرح الايه هذا السؤال في المقطع مره ثانيه. قولوا لي سؤال 17 برضو سؤال قوي. سؤال 17 عمر بيقول 17 باء. عمر بيقول 17 باء. مين تاني بيقول جوابه؟ وجيهان تقول 17 ألف. إجابتين فقط، هل عمر باء ولا جيهان ألف؟ طبعا واضح إن البنات أفضل، واضح إن البنات أفضل. خالد ضبط شوية الموضوع، يعني الآن البنات إجابة واحدة من جيهان هي الصحيحة، إجابتين من البنين، عمر إجابته خطأ وخالد إجابته صح. طيب كله اسمع معي، هو أول ما أشوف دائرة زي كده عيوني ومخي يروح للرقم اللي هو كام؟ 360. 360 صح يا فهد؟ صح يا صالح؟ صحيح، اللي هي مساحتها. مش لا مش مساحتها، مجموع الزوايا مش المساحه. معلش مجموع الزوايا. عادي الدائره مجموع زواياها 360 درجه. طب الطلاب الممتازين واخدين ربع الدائره ولا نص الدائره ولا الممتازين واخدين كل الدائره؟ واخدين ايه الممتازين؟ واخدين 40 من 360 صح؟ صحيح. أنا ماشي معاكم واحدة حبة حبة. مجموع قياسات الدائرة كلها بتساوي 360. الطلاب الممتازين هنا واخدين إيش؟ واخدين زاوية 40 درجة. ماشي. طب إيه رأيكم في الأرقام لما نعمل لها عملية تبسيط؟ أحلى شيء التبسيط. شيل الصفر مع الصفر، قسم على الأربعة فهل واحد، على الأربعة فهل تسعة. يعني الطلاب الممتازين يا شباب دسع الدائرة واحد على تسعة، يبقى واحد على تسعة في 900 طالب، أكيد أقسم على التسعة فهل واحد، على التسعة فهل مية. مية يلي بتذاكر الجواب الصحيح، مية الجواب الصحيح. مين اللي عايز يعد السؤال مرة ثانية؟ تفضل. عندي طريقة ثانية أنا. ماشي. طب لحظة على الطريقة الثانية بس أشوف بس يا خالد اللي عايز يستفسر بس. إيش؟ أيوه ما شاء الله عليك. طبعًا يعني بكل ثقة جيهان ما شاء الله. واضح؟ عندنا روان. روان كلميني يا روان قبل ما خالد يقول طريقة ثانية. روان لو أنا عندي يا روان دائرة، الدائرة هذه مجموع زواياها كام؟ سواء بتتكلمي او تكتبي على الشات عادي اللي يعجبك. انا هسال وانت تجاوبي باي طريقه. روان لو انا عندي دائره يبقى مجموع زواياها كام؟ رد عليا بسرعه بس. طيب على ما روان ترد علينا. جيهان رد علينا سواء بالصوت او بالشات. او لولو. لولو او جيهان. لو انا عندي دائره يبقى مجموع زوايانا كام؟ مجموع لولو كلميني. لو انا عندي دائره يبقى مجموع زواياها كام؟ 360 درجه صح؟ لو انا عندي قطاع من هذه، القطاع ده يا شباب عامل زي قطعه البيتزا كده، قطاع بنسميه قطاع دائري، واخد زاويه 40 درجه، يبقى ال 40 علاقتها بال 360 واخر الصفر مع الصفر قسم على الاربعه فهل واحد، على الاربعه فهل تسعه. يعني يا شباب يصير
جزء الطلاب الممتازين تسعد دائرة. يعني لو الطلاب كان عددهم 900 أقسم على 9 يديك الطلاب الممتازين، يطلع الجواب 100. قول يا خالد طريقتك الثانية. إذا يمديك ترجع السؤال بس. قول يا بطل، خليني أمسح هذا. قول يا بطل. 900 نقسمها على 2. 900 نقسمها على 2. ايوه مثل تصير 450. 450 تروح مع الجزء هذا اللي في النص. لا 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 خالد شاطر كويس يا خالد، بس معلش طريقته هذه طويله. انا طبعا لما يجي في طريقه طويله لازم على طول ان انا اكنسل واروح بسرعه. هذه طويله طريقه صحيح. سهله. خالد عايز يجيب حته حته، بس هتطول علينا يا خالد، هتطول زياده. هتروح تجيب النصف ده 450، وتجيب الربع ده تدخلك في مشاكل، وتجيب هذول ايش دي 40 درجه. بس هذه نقسمها، لا نقسم على 2 يطلع لي رقم. لا يا هذا 40 اقل من النص، عشان كذا يطلع لي 100. ماشي بس يعني طولت، لان انت جبت النصف والربع والباقي دخلتنا في ايه، في اكثر من جهه. اشكرك. يلا برضو يا خالد، كل الطرق تؤدي للحل الصحيح، بس انا بحاول اجيب لك طريقه سهل علينا شوي. شكرا يا خالد لتفكيرك في اكثر من طريقه للحل. بطل، سؤال سهل وجميل ما حد يغلط فيه ابدا. دكتوره لولو، انا طلبت منك تجاوبي على السؤال اللي راح، ما جاوبتي، جاوب على السؤال هذا. 18. انا هقرا السؤال وانت تحلي معي. يريد احمد شراء حاسب الي بمبلغ 3000 ريال، كان معه 1200، يقسم الباقي على شهور، في كل شهر يدفع 200 ريال، كم شهر يحتاج لسداد باقي المبلغ؟ قول الإجابة أو اكتب لنا على الشات يا دكتور. طيب قول يا عبد الرحمن المنصور. عبد الرحمن. طيب الإجابة جت لنا من لولو، تمام، وجت لنا من خالد، تمام، ماشي، شكرا يا لولو. قول يا عبد الرحمن. إيش؟ 9 يا صاحب. 9 إجابة صحيحة. 9 إجابة صحيحة. عملت إيه يا عبد الرحمن؟ أستاذ هو كان يسدد، يقصد 200 يا أستاذ. أيوة. ومع 1200. أيوة. يعني أول حاجة عبد الرحمن، هو كان معاه 3000، هو يبقى 3000، حصل منهم 1200، يبقى بس هو معاه الآن، ها معاه 1200، يبقى باقي عليه 1800. 1800 هذه هيدفع ايش؟ كل شهر 200. يعني ال 200 تنضرب في كام يساوي 1800؟ 200 ضرب 9 شهور، يبقى في خلال 9 اشهر هيكون دفع كل المبلغ. ماشي يا شباب؟ احنا طبعا يعني كان مفروض ان ناخد اسئله اكثر من كده، بس السؤال رقم 19 محتاج وقت، فانا مع 19 هذا انتظر بيه شويه للحصه القادمه. هاخد بس 20. 19 هذا عايزين ناس رايقه تحل معي، فناخد 20 بس، وبعد كده 19 ارجع للحصه الجايه. بيقول في الشكل المجاور مساحه المثلث ا ب ج، هذا جاي بيجي في الاختبار كثير. اوجد مساحه المثلث اللي هو جهه اليمين. مساحه المثلث جهه اليمين 12، عايز يجيب مساحة المثلث جهة اليسار ويقارنها ب 12. قول يا زياد، اخترت ايه يا زياد؟ بالغلط يسارك ترى في يدي من السؤال اللي راح. طيب ماشي، مين اللي حل معايا السؤال هذا؟ 20. طبعا 20 الجواب هو جيم، القيمتان متساويتان. ليش يا شباب؟ إن هذا المثلث له نفس قاعدة المثلث الثاني، منشئين على نفس القاعدة، والارتفاع حق الأول يساوي الارتفاع حق الثاني. فإذا كان الارتفاع قد الارتفاع والقاعدة واحدة، يبقى لهم نفس المساحة، يبقى مساحة هذا 12 ومساحة هذا 12 المساحتان متساويتان. قبل ما خلص هذا الجزء يا شباب، لو سمحتوا نظروا معايا في هذه القاعدة المهمة اللي قياس بحبها كثير.
قولوا معايا كلكم، لو انا عندي الان مستطيل وهذا المستطيل جواه مثلث، جواه مثلث من اي مكان ما تفرق، المستطيل يا شباب كانت مساحته 100، المستطيل مساحته 100، مين يقول لي المثلث هذا مساحته كام؟ 180 صار صح؟ لا لا، ده 180 مجموع الزوايا، 180 مجموع الزوايا. انا بقول المستطيل مساحته 100، كم مساحه المثلث؟ 50. افتح المايك يا بطل. مساحه المثلث هيتساوي 50. دايما يا شباب المثلث المبني على قاعده المستطيل يساوي نصف مساحته. مساحة المثلث المبني على قاعدة المستطيل هكذا، حتى لو الرأس هذا جاء أي مكان، الرأس جاء في الوسط أو يمين أو يسار ما تفرق، أهم شيء إن مبني على قاعدة المستطيل فبيساوي نصف المساحة. تمام، ويمكن هذه فادتني شوية في خلال السؤال ده. في هذا السؤال أنا قلت كأن هذا مستطيل، أنا بنيت من هنا مثلث، فالمثلث ده يعتبر النصف، والمثلث هذا برضو يعتبر نصف مساحة المستطيل، فأصبح الاثنين لهما نفس المساحة فالقيمتان متساويتان. ماشي يا شباب، هيكون موعدنا إن شاء الله يوم، بس قبل الأربع خلينا ناخد 21، معلش هاخد كمان دقيقة واحدة كمان أو دقيقتين. مين يقول لي يا شباب زاوية سين تطلع بكام؟ يلا ساعدوني، زاوية سين هو مديني مثلث، طبعا اول ما الاقي مثلث على طول اتذكر مجموع زواياه اللي هي 180. طبعا لو دي 70 فدي 70 بالتقابل بالراس، ولو دي 50 يبقى دي 50 بالتقابل بالراس، ولو دي س يبقى س بالتقابل بالراس. كده مثلث مجموع زاويتين هذول مع بعض 120، باقي كم يا فهد؟ 60 يا استاذ. باقي زاويه كام؟ 60، يعني الجواب هيكون د. موفقين. هناخد بس الواجب، الواجب من اول 22 الى 32 في نموذج ايه؟ نموذج ابو جعفر المنصور. شباب هذا الملف موجود على الجروب، هذا الملف موجود له شرح في اليوتيوب، بودي ارسل لكم على الجروب شرح لهذه الملفات عشان تستعينوا بهذا الشرح لفهم هذه المسائل مرة ثانية. موفقين، ونلقاكم على خير إن شاء الله في الحصة القادمة يوم الأربعاء القادم بإذن الله. شكراً، السلام عليكم. خلاص السبت نطلع؟ إيه إن شاء الله. ألو. أيوة أيوة يا بطل، كده خلاص التدريب. نطلع خلاص. إيه تفضل يا زياد. يلا في مال الله السبت. يا من الله، مع السلامة.